الصغار. اهلا بكم اذا من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الاستوديو التحليلي الذي يسبق لقاء منتخبنا الوطني مع المنتخب الصيني في حساب المجموعه الاولى للجوله الثانيه تصفيات كاس العالم البرازيل 2014. مره اخرى الى الزميل يوسف البستنجي في بوابه استاد عمان الدولي على مدخل المنصه الرسميه. يوسف ماذا لديك الان في هذه الاثناء؟ تفضل. شكرا اسلام. يعني هناك التقيت الان في احد الشباب الاردنيين المقيمين في اسبانيا، حضر قبل اسبوع لكي يتمكن من حضور المباراه وحجز البطاقه للحضور الى المباراه المنتخب الوطني، وهو اسمه رامي البني، هو وزوجته اسبانيه ايضا اثروا الحضور هنا الى عمان للحضور لمتابعه المباراه هنا على ارضيه استاد عمان الدولي وعلى على مباشره يعني من ارضيه الملعب. نسمع هذا يعني اللقاء مع رامي. رامي مساء الخير، شو بتحكي لنا عن يعني قدومك من اسبانيا لحضور هذا اللقاء الاردن والصين؟ والله جينا حابين نشجع منتخبنا وان شاء الله الفوز لنا. تمام، يعني حضورك قبل اسبوع كما تحدثت لي قبل قليل، يعني واجب وطني انك تحضر من اسبانيا لتواجدك هنا في الاسره الاردنيه الواحده لمتابعه شو هالشعور اللي نبع وانت قادم من اسبانيا؟ طبعا هذا واجب وطني علينا انه دائما نكون مع فريقنا ونشجعه ونوقف معاه وان شاء الله الفوز لنا. تمام، زوجتك ما تعرفناش عليها بعد ولكن هي اسبانيه ومدرب المنتخب الصيني كوماتشو ايضا اسباني، ماذا تعلم هي عن اذا استطعت ان توصلها الفكره؟ ما رايها بكوماتشو؟ كوماتشو كان يعني بشكل عصبي جدا، اذا ممكن توصلها يعني كيف؟ الانترينادور دي تشينا كوماتشو ان اسبانيول اي تو كي كونوسه دي ال هو سيلكتنادور دي اسبانيا ديل مونديال اي انترنال مدريد انترنال كان مدرب فريق برشلونة، كان مدرب فريق سيبيا إشبيليا ريال مدريد. نعم. يوسف كان نعم إسلام نعم. شكرا. نعم يوسف إن شاء الله سنعود إليك إن شاء الله في فترة لاحقة من هذا الاستوديو على أمل أن يكون لديك إن شاء الله لقاءات كما ذكرنا مع أحد الشخصيات الحاضرة والهامة لهذه المباراة.